من ريسنج أيها السادة والسادة أيها الحفل الكريم، انطلق الشوط الخامس من هذه الأمسية للخيل المهجنة الأصيلة المبتدئة والفائزة بسباق على مسافة 1200 متر. ينطلق الآن 9 من الجاد تتنافس على جائزة وقدرها 45,000 ريال. شوف الصدارة والمركز الأول مع الجواد هاي هورس لسادة مربط إنجاز مع ماركو كازامنتو. ثانيا عندنا الجواد رقم 7 أكليم دانسر لأبناء سالم فدغام الهادري. ثالثا الجواد اللي هو نوبل ماستر بيست للسيد خليفة بن شعيل الكواري. المركز الرابع رقم 3 مردف لعبد الهادي مانع الشهواني الهادري. التحركات من الجهة الخارجية لجواد ماست بيت سامبا للسيد المهندس حسن علي العبد الملك. عودة للمركز الأول وعودة للصدارة، بغنيم على الصدارة مع كريم دانسر بصدارة قوية، بغنيم مع الخيال عدنان حوى على الصدارة وعلى المركز الأول. المحاولات من الجهة الداخلية مع الجواد رقم 4 هنا النوبل ماستر بيست في محاولة قوية بقيادة الخيال جي بي جامبير. بيت سامبا من الجهة الخارجية، إذا بالفعل نوبل ماستر بيست على المركز الأول، بيت سامبا من الجهة الخارجية والجواد كريم دانسر ثالثا، ولكن الصدارة والمركز الأول للجواد رقم 4 نوبل ماستر بيست لخليفة بن شعير الكواري جي بي جامبير ومحمد الغزالي.